هاي نوصلها. سوري صار بها قطع هنا، انقلبت على القناة الثانية. ات نوصلها ويا من؟ ويا نمبر 2. نحط نمبر 2 اوكي. ات هاز راح تصير سوبر ماركت. ذير از ان، ذير از ان، يا هي يبدي ذير از، يا هو المفرد اللي ياخذ ان، يا هو نشوف اسكوليتا نمبر 4 واضحه. ذير ازنت ويا من تمشي؟ ذير ازنت، ذير ازنت، يا هي ذير ازنت، ذير ازنت شني؟ ماكو، ماكو انفورميشن ديسك. احنا قلنا بان ماكو بالصوره انفورميشن ديسك، فقبل شنقول؟ ذير ازنت ان انفورميشن ديسك، ذير ازنت ان انفورميشن ديسك. زين ذير ار ويا من؟ ذير ار لودز اوف بلانتس. وهكذا الباقي تحلونه انتو ان شاء الله سهل. It's very easy. نمشي على هذا، نروح نشوف الدرس الثاني بس نشوفه، ما يحتاج حتى يصير هذا، مجرد ان احنا راح نكتب ذن الجمل اللي هسه وصلناهن، الجمل هسه اللي وصلناهن راح نكتبهن بمن؟ بالاي والبي اوكي، نفسهن نكتبهن على شكل جملة ننزلها وهكذا. هذا التمرين ما بي اختلاف، موجود عندنا، ماكو حاجة نحكي ولا نعيده. زين الموجود هذا راح يصير الدرس الجاي نحكي ان شاء الله، يعني ننزله بعشر دقائق او اقل ان شاء الله.